زاول سكان جبال ضفار رعي الإبل والبقر والغنم، وكان لهذا النشاط دور كبير في تحديد نمط حياة السكان. الأسرة في الجبال تملك أعداداً من الماشية، ومكانة السكان وثروتها كانت تعتمد على ما تملكه الأسرة من قطعان الماشية لا سيما البقر، فضلاً عن المراعي والآبار وأشجار اللبان المنتجة التي كانت أساساً لبقاء هذه المجتمعات واستمرارها إلى الآن. نحن من مئات السنين هنا، أجدادنا وبعد أجدادنا ونحن الحين والناس اللي بعدنا كان في الأرض هذا، فهمت؟ البيئة الجبل هذا والأرياف والمدن، الناس عندهم هنا اللقناء وعندهم الحيوان هذا البوش واللقناء والإبل.